حياكم الله مشاهدينا في فقرتنا الأولى الحوارية لهذا اليوم، وعن مهارات تطوير الذات وهي صفات وقدرات تساعدك على الازدهار الشخصي والمهني، وأيضا فهم هذه المهارات وتحسينها هي عملية تعرف باسم التطوير الذاتي أو النمو الشخصي. من فوائد تطوير الذات هي الوعي الذاتي واكتساب مهارات جديدة وزيادة الانتاجية وأيضا تحسين الأداء الشخصي. أسماء، أكيد كلنا نحتاج حق هذه المهارات، وكلنا فعلا نحتاج أن احنا نطور من ذاتنا. تفاصيل أكثر إن شاء الله في حديثنا راح يكون مع ضيفتنا لهذا اليوم الدكتورة فواطن محمد، استشاري ومعالج نفسي وأسري، راح نتعرف أكثر على أهمية تطوير الذات. صباح الخير دكتورة. صباح الخير. حياك الله معنا. حياك الله. الله يسلمك. صباحك الله بالخير دكتورة، وسعيدين بوجودك معنا في هذا اللقاء. وتساءل عن أهمية تطوير الذات للإنسان، هل هو مرتبط بعمر معين؟ مثلا أن يصل الإنسان لهذا العمر فيحتاج بهذا العمر أن يطور ذاته، ولا هي مفتوحة على مدى الحياة؟ بداية بما أن مفهوم تطوير الذات يعني كثير دارج هالأيام أو خلال السنوات اللي فاتت ووايد في دورات، قبل لا نقول شنو هو تطوير الذات أو أهمية تطوير الذات، خلينا نعرف شنو هي الذات. لازم نفهم، لأن أنا ما أقدر أطور شيء إذا أنا مو فاهمة ولا أقدر أتعامل معه. شنو هي الذات؟ الذات اللي هي أنا، لما أنا أقول أنا أو حضرتك تقول أنا، اللي هي ذاتك، هي مجموعة من الانفعالات والتفكير والعقل والنفس. نفسك، ما أقول نفسي، ما أقصد نفسي الجسمانية، أقصد نفسي اللي داخل اللي أنا قاعدة أتعامل معاها. ممكن أنا أكون جسمانيا صحتي وايد زينة، ولكن ذاتي مجروحة أو مكسورة أو مريضة. وأول من تكلم عنها أو أفضل ما تكلم عنها القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى شنو قال بالقرآن؟ قال ونفس وما سواها، أقسم بالنفس. والله سبحانه وتعالى لمن يقسم بشيء فهو عظيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها فقد أفلح من زكى. هذه هي تطوير الذات. والنبي عليه أفضل الصلاة والسلام قال وصانا على نفسنا، قال عليكم بأنفسكم، أو يا أيها الناس عليكم بأنفسكم. مبدئيا احنا لما نوصي احد على احد فمعناته هذا الشيء وايد غالي. لما انت بتسافرين او تروحين مكان وتقولين اوصيك على الشيء الفلاني، فالنبي سبحانه عليه افضل الصلاه والسلام قاعد يوصينا على نفسنا. فنفسنا هي ذاتنا اللي احنا نحاول نطورها. فتاتي اهميه تطوير الذات من اهميتنا. ترى مو كل واحد يشوف نفسه بهذه الأهمية. ولنفسك عليك حق. بالضبط، مو كل واحد يشوف أنه هو محتاج إلى هذه المهارة، إلا اللي يشوف نفسه شيء عظيم. بس موضوع العمر هذا له علاقة في أنه والله ممكن هذا العمر نحتاج أكثر؟ ما له عمر، لأن أنت ممكن تشوف مراهق مهتم في تطوير الذات ويتابع دورات ويتابع ويدخل أنشطة، وممكن تشوف واحد عمره 70 سنة راضي بنفسه. صحيح. ما يبي يطور. صحيح دكتورة، يعني أثناء حديثك قلتي بأن يمكن قمنا نسمع وايد عن مصطلح تطوير الذات، أو قمنا نشوف وايد شخصيات قامت تطلع يعني في دراستها تتكلم عن منهج تطوير الذات وكيف أن الإنسان يطور من نفسه من وإلى ويتغير للتغيير الإيجابي. طبعا هو صحيح. هذا مفهومه، لكن سعي الإنسان المتواصل في هذه الفترات الأخيرة اللي حضرتك ذكرتي مع هذه المفاهيم، يمكن لأن السوشيال ميديا اليوم بعد ترى هي أداة سلاح ذو حدين، لكن احنا نقول خذينا من الجانب الإيجابي، تعرفنا على أمور جديدة في حياتنا. سعي الإنسان المتواصل لتطوير ذاته هل هو شيء إيجابي، من هو فعلا ممكن يكتشف المفاتيح وممكن يكتشف أشياء في جوانب ناقصة من حياته؟ هل ممكن يروح حق الأشخاص الصحيحين اليوم؟ الإنسان بصير بنفسه. لما نقول تطوير الذات، ممكن مفهوم تطوير الذات عندي يختلف عنك، ممكن يختلف عن الأخ. فأنا شنو حاجتي؟ أنت لما أنت بتطورين شيء لازم تكونين تشعرين بنقص في جانب معين، أو تحسين تحتاجين تصقلين مهارة معينة، أو عندك هدف أو تارجت تبي توصلين له وتحسين إمكانياتك مو قادرة توصلك حق هذا الهدف. فهني أنت تحتاجين إلى تطوير الذات في جانب معين. في جانب معين، لأن تطوير الذات ترى يعني مفهوم وايد عميق وايد كبير، وللأسف يعني كل من دش فيه، يعني خلينا نقول إنه يعني صار أي واحد يقول في تطوير الذات، واحد يسمع له برودكاست يصير مدرب في تطوير الذات، واحد قرأ له جملة وراح قال في تطوير الذات. فهي تطوير الذات شنو أنا محتاج؟ يعني هي مو تجارب الشخص ينقلها، هي خبرات ودراسة. هي الجانب السيء اللي فيها ان اللي قاعد اللي يستخدمونها يعرضون تجاربهم الشخصيه. انا عندي فشل مثلا في علاقتي مع الزوج، مع الاخ، مع زميل عمل، فانا اعطي
تجربتي كاستشارات وكدورات في تطوير الذات. يعني من فترة بسيطة ترى انتشرت يعني مهارة جديدة يقول فنون الرد. فنون الرد. فنون الرد. الرد على الآخر. إيه بس إحنا أنت العنوان وايد حلو ترى. بس أنا لما شفت المضمون منو اللي بيحطه وتابعت. أنت يعني في الردود اللي بتعطين فيها دورة هي غير مقبولة. يعني فأنا لازم أعرف أنا شنو احتياجي. شنو احتياجي من هذه الدورة وآخذ عند شخص متخصص أو شخص عنده كفاءة أو عنده خبرة. مو ضروري ترى الشهادة، ضروري يكون عنده خبرة، عنده العلم بهذه المعلومة. ما يصير أنا آخذ تجارب الآخرين. مثلا ترى اللي قاعد يصير أن أنا أبي أطور ذاتي مثلا في العمل، أروح أشوف على كيفي أحد ناجح وأبي أصير مثله. في النهاية ما راح يصير مثله لأن قدراته، تفكيره، البيئة اللي عاش فيها، محيط عمله يختلف عن محيطي. فشن يصير؟ يفشلون ويقعدون. فأنا أطور ذاتي لازم أختار المهارة الصح والمكان الصح والشخص الصح عشان أقدر أوصل إلى هذه المهارة. طيب في طرق لتطوير الذات الإنسان يعني يسلكها، يبدأ مثل رقم 1، 2، 3، 4 ولا هي مو ترتيبية حسب حاجتي مثل ما قلتي وين أنا محتاج أروح على الدورة وأطور الذات. بالضبط. هي ما فيها يعني خصوصا الذات الإنسان لما تعامل مع النفس الإنسانية أو الإنسان بشكل عام ترى ما في رول. أنت تعامل مع كل حالة كحالة خاصة أو كل مثلا حتى أنا كأنا إنسانة عندي المشكلة الفلانية أتعامل فيها بطريقة معينة، عندي مشكلة ثانية أتعامل فيها بطريقة ثانية لأنهم ما يتشابهون. فلازم يكون عندي الذكاء اللي أنا أعرف أتعامل حسب الموقف، حسب الشخص، حسب المكان اللي أنا موجود فيه. لكن في خلينا نقول خطوط عامة، قلنا الله سبحانه وتعالى قال في القرآن أفلح من زكاها. حبها، حب نفسك. كثر ما تحب نفسك مو نوصل إلى الدرجة الأنانية اللي قاعد يقولون عنها أنا وبعدي الطوفان أو أنا ومالي شغل أو في النهاية أنت لازم أنت توصل. لا، في النهاية أنا هدفي من تطوير الذات أني أكون راضي. الرضا اللي وصلني حق السعادة لازم أكون راضي. ترى في أشخاص ما يطورون ذاتهم وراضي وسعيد ومقابل بنفسه، وفي ناس من دورة لدورة ومن مكان لمكان ومن برودكاست لبرودكاست ما وصل وما رضى لأنه ما عرف هو شنو محتاج. في عندي أنا أقدر أقول دائما نقول في العيادة أوقف قدام المنظر أكلم نفسك، أنت راضي على نفسك؟ أنا راضي على اللي أنا الحين فيه؟ أنا ويني من سنين؟ أنا واقف نفس المكان ولا تغير مكاني؟ قاعد أمشي ولا أنا واقف؟ تقدر تسأل نفسك أنا ولا أنا اللي يبي المجتمع؟ صح، في فرق وايد. هذا هو السؤال دكتورة. يعني اليوم ذكرتي المجتمع، في وايد أمور قامت تأثر على عقلية الإنسان. صح. يمكن بالسابق السوشيال ميديا وحياة الرفاهية اللي قمنا نشوفها الحين واللي قام يطرح يعني للبعض من الأشخاص يأثر على بعض الأشخاص، تلقينه هو كان طول عمره مقتنع وراضي أو راضية، لكن بدأت تتغير بعض المفاهيم والأمور في حياته فيبي يغير. والتغيير مو بالضرورة يكون شيء جانب إيجابي، ممكن يكون تغيير الأسوأ. إذا جت عندك الحالة أو الشخص اليوم وقال لك أنا ماني راضي بنفسي، بتسألين عدة أسئلة، شنو الجوانب اللي مو راضي فيها؟ شلون هو أصلا يكتشف شنو الجانب؟ لأن في ناس بس كذي تقول أنا مو راضي، بس هي أصلا مو عارفة شنو هو الجوانب اللي تبي تغيرها أو تعدل عليها. بالضبط 100%. ترى سؤالك فيه الإجابة، هو مو عارف شنو يبي يغير. لما يجيني واحد يقول لي أنا ماني راضي، اكتب لي شنو الأشياء الزينة بحياتك، شنو الأشياء اللي مو زينة بحياتك. الأشياء الزينة بحياتك أكيد ما تبي تغيرها، طبعا تبي تطورها. الأشياء اللي مو زينة بحياتك، شنو الشيء اللي مضايقك تبي تغيره؟ في ناس مثلا تقول لك انا طريقه زوجي مثلا بالتعامل معي ما ترضيني، تشوفي فلان بالسوشيال ميديا. بس هذه طريقته مو طريقتك، شلون تغير طريقتك؟ ايوه بالضبط. فلان احنا عندنا امثله للاسف، يعني الكبلزات اللي قاعد تصير في السوشيال ميديا اللي قاعد تعطي صوره غير حقيقيه وغير واقعيه للزواج حق المراهقين والشباب. طبعا. يعني الحين الشاب او البنت المقبلين على الزواج شنو في بالهم عن الزواج؟ هدايا وطلعات سفرات، لأنهم شافوا وكلها في المطعم يابلها. زين هذا المشهور أو هذه المشهورة قاعد تصور ساعتين ثلاث ساعات، في 22 ساعة خلف الكاميرا ما نعرفها. صح، ما نعرف شنو قاعد يصير فيها. فهم بالتالي هم قاعد يعيشون حياة مثل حياتنا، لكن إحنا نبي اللي ظاهر لنا.
إنزين أنا عندي زوجي مثلا ما يتعامل معي بطريقة زينة، أبي أغيره، أبي أطور. أنا كدكتور أو كمعالج أو كأم كأب، لما يجيني أحد يسألني أنا ما أقدر أغير طرف، مو جاي طالب المساعدة، صح، ما أقدر أقدم المساعدة حق إنسان ما طلبها. لكن أنا عندي الزوجة الحين بحاجة إلى المساعدة أو بحاجة إلى التطوير، أنا ممكن أعلم هذه الزوجة شلون تتعامل مع هذا الزوج بحيث أنها تتقبله، صح، بحيث أنها تقدر تتعامل، ممكن تخلي بطريقة ما أو بأسلوب ما يقول لها الكلام اللي قاعد تسمعه. أكيد في يعني جانب مفقود، أنا زوجي ما يقول لي كلام حلو، أكيد في تصرف أنا أسوي خليه يصد، فإحنا نشوف شنو الحالة أو شنو السبب الأساسي اللي أنت مو راضي عنه، نحاول ما نغيره، نخلي بعض الأشخاص، لأن في أشياء ما تتعدل، يعني في جوانب من جوانب الشخصيات ترى ما تتعدل. هل تأصلت في شخصيته يعني خلاص يحس؟ شوفي مثلا الإنسان العصبي أو الإنسان خلينا نقول المراهقين، عندنا أغلب شيء يمر عليه المراهقين التوتر. توتر، شوفينا في قلق وتوتر دائم للأسف، يعني قاعد يخليه يتصرف تصرفات، ترى المراهق ساعات لما يتصرف تصرف مو مقبول هو ما يكون ترى سعيد، ما يكون سعيد، بس هو يضطر يتعامل بهذه الطريقة. لما نشوف القلق اللي عند المراهقين نشوف سببه البيت، سببه أم، سببه أب، سببه خلافات. إذا أنا ما أقدر أغير محيط أسرته طبعاً، أنا راح أخليه يتعامل مع هذه الأسرة أو يتعامل مع هذه الخلافات. أي أقول بخليه ما يصير قلق، لا ما راح أقدر أخليه يصير ما عنده قلق 100%، ولكن أقدر أخليه يتعامل مع هذا القلق. فأنا هني أقدر أسوي البالانس المطلوب في التطوير. طيب، أنا ما أقدر أغيره مرة واحدة. أنت عارف أن مقاطع الفيديو تنتشر انتشار كبير جدا، وطبيعي تمر على الإنسان لما قاعد يتصفح في مثل إنستغرام وغيره من برامج تويتر وغيره، بعض هذه الفيديوهات يظهر فيها أشخاص يتكلموا مو دورة تدريبية، هو شخص ومعرف نفسه بتعريف معين وينصح تخلص من كذا تخلص من كذا وجرب مرات، يعني يضع هذا المشاهد بأنه يجرب، فبس بعض التجارب يعني ممكن تحدث كوارث بعدها. شو الإنسان يحصل نفسه مثل يعني أو يشوف أن هذا المقطع صحيح وسليم وفعلا يعني ممكن أتابعه وأشوف شنو اللي عنده، وهذا لا والله ممكن يضرني في تجاربه؟ نرجع حق أول الحديث، اللي يحب ذاته، أنا لما أحب ذاتي أقدرها بما أمرني فيه الله بوصية رسول الله، ما راح أعرضها للخطأ. أنا يعني الحين أنت ما تخلي ساحة تجارب، ما تخلي ساحة تجارب ولا أسمح إلى مثلا كل فكر يغزوها. أنا يعني ترى حتى الطفل يعرف اللي يناسبه واللي ما يناسبه. الطفل لما يحط إيده على النار يحترق مرة ما راح يحط إيده مرة ثانية، تعلم يعرف. لما يحس بالخوف دايركت يلجأ حق أمه ولا حق أبوه، الطفل يعرف هذا مصدر الأمان، مصدر اللي راح يحميني، في فطرة إنسانية. فأنا لما أسمع فيديو أو أعرف، ترى ساعات فعليا يعني أنا من شوي كنا نتكلم نقول في ناس يعني قاعد تعرض تجاربها الشخصية بالضبط، قاعد تسببوا يعني احنا اكثر الحالات اللي قاعد تينا نتيجة هذه الاستشارات الغلط. اطلقي الريال ما يصرف، انت ما انت بحاجته، انفصلي، انت مكتفية ماديا، انت كاملة، انت ما ادري شنو، انت مو محتاجة الرجل، اتركي. اذا لا تطور تخرب. بالضبط، هي قاعد تعرض تجربتها الشخصية. يعني حتى في برنامج ترى مشهور والكل يعرفه، المذيعة هدفها شلون تحطم الرجل، شلون انت تكونين ضده. هي قاعد تعرض تجربتها الشخصيه، هي قاعد تعطيك استشارات على الهواء وقاعد تعطي تطوير للمراه، ولكن شنو قاعد تقول لها؟ هدمي بيتك. صح، يعني في هناك في كثير من الاشخاص دكتوره مثل ما ذكرتي هم نماذج داخل المجتمعات، ولكن الانسان عليه انه يحصن نفسه ويعرف يتلقى المعلومه من منو. يعني من النهايه الانسان مو غافل عن ترى مو غلط. انا دائما الفلتر يعني انا اقول انت تروح تاخذ استشاره، مو غلط، اساله شنو شهادتك مثلا، اساله شنو خبرتك في المجال، اسال، سو سيرش، اقرا عنه، اقرا عنه، سو سيرش. مو كل واحد يطلع لي بالسوشيال ميديا مبهرج ويتكلم، ترى يعني فن الخطابه والكلام هذه كاريزما موجوده عند الناس، بس مو كل واحد يعرف يتكلم يكون عنده المعلومه صحيحه. نعم دكتوره، نبي منك يعني على عجاله وبختام لقائنا، شنو اهم المجالات اللي اليوم نقدر نقول هي مجالات مهمه للنمو الشخصي؟ يعني نبي نلم الموضوع كذي في مجالات معينه.
تقصدين تطوير يعني؟ نعم، في تطوير الشخصية، طور نفسك. يعني أنا لما أطور نفسي راح أطور اجتماعيا ومهنيا وأسريا وكل شيء. اهتم بنفسك، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ابدأ بنفسك. إحنا يعني وعاملها مثل الولد، يعني احنا ترى لما نحب احد نعامله بافضل الكلمات، نعامله بافضل المعامله، نحن عليه، ما نقسو عليه، نداري. انزين، كم واحد فينا في اليوم يلوم نفسه؟ كم واحد فينا مثلا ولده يغلط ما ينام بالليل، انا السبب، انا اللي ما سويت، انا اللي قصرت، صح؟ حن على نفسك، ترى المشاكل اللي قاعد احنا نهرب منها نلقاها بالليل على المخده، نلقاها نقعد بالليل لو احنا طول اليوم مشغولين، هو اللي خليه ما تنام. قبل لا تنام شو يصير؟ قاعد نجلد ذاتنا. ما يخالف، ما في، كل ابن ادم خطاء، كل ابن ادم، كلنا نغلط. انا دائما اقول مو غلط ان نغلط، مو غلط اني انا رديت بالموقف الفلاني غلط، مو غلط، لكن الغلط اني انا اجرح نفسي وعاتبها. لا، سامح، ترى افضل تطوير للذات انك تسامحها وتحبها. نعم. وبس. نعم، وهذا أفضل شيء إن إحنا نعيش فيه، إن الإنسان يكون متسامح مع نفسه ومع الآخرين. إحنا شاكرين لك دكتورة فواطن أبو حمد، استشاري ومعالج نفسي وأسري، شكرا لك على حضورك. الله يخليك. شكرا دكتورة، قلت سالفة اللي حط راسه على المخدة وما ينام كثر ما يسولف. إحنا بنروح إلى فقرة ثانية مشاهدينا، وعن الديكور وتفاصيل الديكور وتغيير الديكور في المنزل بشكل مستمر يخلق حالة من الراحة النفسية ويساهم في تنمية الشعور بالانتماء والرغبة في البقاء في المنزل ويخلي الأجواء حلوة في منزلك كل ما تغير الأجمل الأفضل. خلينا نشوف معاكم هذه الفقرة مع المهندس والدكتور أحمد الأنصاري.